تقنيات كثيرة عم تتطور أكثر وأكثر لتدخل بالعلاجات شو ما كان أنواعها، واليوم رح نحكي عن البلازما يلي كان إلها دور مهم وفعال بأكثر من مجال، بس يلي ما بتعرفوا إنه البلازما صارت كمان ضمن علاجات الأسنان، بس شو هي هي العلاجات وكيف رح تقدر تكون الاستفادة عن طريق البلازما؟ رح تعرفوا كل هالمعلومات من خلال لقائنا مع الدكتور زياد راشد الترك، تابعوا معنا. كيفك دكتور؟ وسهلا، اهلا فيك دكتور. دكتور، البلازما دخلت بكثير علاجات، دخلت بالبشره ودخلت بالشعر، ومن جديد صرنا عم نسمع انه هي دخلت بعلاجات الاسنان، لهيك انا اليوم حابه اسالك شويه اسئله عن موضوع البلازما، بس بالبدايه بدنا نشرح للمشاهدين شو هي البلازما، لانه يمكن مو كل العالم بيعرفوا شو هي بالضبط. البلازما هي جزء او مكون من مكونات الدم الاساسيه، نحسن احنا نفصله بطريقه ما لا نستخدمه بشكل منفصل عن باقي مكونات الدم. حاوي لبعض العناصر المهمة والمفيدة لنا طبيا، هذا بأبسط تعريف له. طيب هلا شو العلاجات اللي دخلت فيها البلازما بمجال الاسنان تحديدا؟ بالاسنان صرنا نحسن نستخدمها بعده علاجات، منها علاجات اللثه واللي هي انحسارات اللثه، يعني نحن ممكن البلازما نحطها لننشط اللثه الهرمه، لنعالج اللثه الملتهبه، لحتى نساوي منها اغشيه نعوض عن او نسمك، خليني اقول اللثه لما بدها تنحسر بترق وبتنفصل، فبنسمك اللثه لحتى نمنع شوي من انحسارها، فهي وقائي علاجي استخدامها بمجال اللثة. الناس اللي بصير في عندهم مثلثات سوداء بنسميها نحن بين الأسنان، فبتلاقي أسنانهم صار بيناتها فراغات وراها ظلام الفم، فبتبين شكلها كأنه مثلث أسود. حقن اللثة هلأ كتير في أبحاث على هذا الموضوع، بأنه هي بترجع بترمم، بتعيد ترميم المناطق اللي فقدت من اللثة، وبالتالي بتخلص من قسم منيح من هالمثلثات السوداء. بتأثر شيء على لون اللثة؟ ممكن تعطيها اللون الأفضل اللي هو اللون الصحي. اللثة كل ما كان لونها باتجاه الوردي كل ما كانت صحية أكثر، كل ما كان لونها باتجاه الأحمر كل ما راحت باتجاه لثة ملتهبة أكثر فيها مشاكل. هلا انت لما بتنصح المريض انه انت لازم نعمل لك اجراء البلازما، هل البلازما موجوده عندك هون ام بده يعملها بمكان ثاني ويجي لعندك، او كيف بتتم يعني التحضير لها؟ البلازما امر سهل جدا جدا، هون بيتم بالعياده سحب دم للمريض، والمثفله موجوده اللي هي بتفصل البلازما عن بقيه عناصر الدم. الاجراء كلياته عباره عن 10 دقائق فقط، فتحضير البلازما بنحضره عنا بالعياده. طيب تمام. طيب دكتور، البلازما دخلت بعلاج او بقصه زرع الاسنان، في لها دور بهذا المجال؟ كثير لها دور كبير، خاصه بالعلاج الزرعات المريضه، عم تعطينا نتائج جيده لما الزرعه بينحسر عنها العظم او تتراجع عنها اللثه، فعم نمزج البلازما مع الطعوم العظميه اللي بنعوض فيها العظم المفقود او اللثه اللي رايحه، فبتعطينا للمنطقه شفاء افضل، وبتعطي دعم للموقع حوالين الزرعه، وبتعطي دعم للطعم العظمي نفسه، بتقوي كونه هي ما في شيء
نقول انه تساوي لنا رد فعل مناعي كونه من نفس جسم الانسان. وبنفس الاليه بنستخدمها لاعاده تنشيط الخلايا اللي هي بالمفصل الفكي الصدغي. احيانا مشاكل المفصل هون نحقن بلازما بتريح المفصل وبتساعدنا على تنشيط الخلايا اللي هي ضعيفة، وبتعوض كونه فيها خلايا جذعية أو خلايا بتتحول لخلايا أعواض الخلايا التالفة، فبتعوض يعني الشيء اللي اهترب المفاصل. وهي معمول فيها بالحقن المفاصل بالركب بالكتف، فعم تعطينا نتائج جيدة كمان بالفك. طيب دكتور، المريض أو المريضة كم جلسة ممكن يحتاجوا من البلازما؟ هل هي أكثر من جلسة؟ البلازما عامل منشط، تعتبريها مثل الدواء. يعني هي متى ما خلاص مفعولة بينشط الخلايا لمدة مثلا 6 شهور أو 8 شهور، بعدها ممكن تتكرر إذا ظل المريض بحاجة. بالطعوم العظمية مرة واحدة، ولكن للبشرة لما بنحطها، للسة لما بنحطها، بدها تكرار عدة جلسات ليكون في فائدة منها. يعني احنا بنقول مدتها تقريبا قديش؟ 6 شهور؟ 6 إلى 8 شهور حسب طبيعة ومناعة الجسم وعمر المريض. تمام دكتور، هل بيتم إضافة مواد تانية للبلازما يمكن تكون هي مواد داعمة تعطي فعالية أكبر؟ أحيانا ايه، منضيف بعض الفيتامينات منه للبشرة ومنه للسة. يعطيك ألف عافية، ودي أتشكرك كثير على كل المعلومات، ودي أتشكرك على الاستضافة عندك بالمركز. يا أهلا وسهلا، وبتمنى لك كل التوفيق. شرفتوا، يا أهلا وسهلا. يا أهلين، شكرا كثير.